إذا أيها السادة الأفاضل، اليوم تم تخصيص زيارة ميدانية لمعاينة بعض النقاط المتعلقة خصوصا بقطاع السكن. السيد ولي ولاية الأغواط كان قد تفقد صبيحة اليوم مشروع سكنات عدل بالإضافة إلى السكنات الاجتماعية. نتعرف عن أهمية هذه الزيارة، الهدف منها الأشغال إلى ما وصلت عليه. شكرا. كما تعلموا هو الثلاثي هذا أو السداسي هذا، احنا قلنا باللي راح يكون سداسي الاستلامات. في هذا الاطار عززنا وكثرنا من الزيارات الميدانيه لهذه المشاريع المتعلقه بهذا القطاع، سواء كانت سكنات اجتماعيه ايجاريه او ترقويه. والسكنات تاع برنامج عدل، اليوم بدينا بالنقطه الاولى اللي هي 800 مسكن تاع سكنات عدل. هذا البرنامج اللي على الاقل جزأناه لجزئين، 500 زائد 300. حاولنا اننا نستلم ال 500 الاولى في غضون الشهر جويي، لكن اليوم بالمعاينة وبحضور ما ممثلي الجمعية تاع المكتتبين اتفقنا على أنه لازم نضيفه أجل إضافي في حدود 15 يوم، وهكذا خلال شهر أوت إن شاء الله راح يتم تسليم المفاتيح ل 500 مكتتب. الجزء الثاني من المشروع اللي يتمثل في 300 مسكن هو ثاني وتيرة الإنجاز متواصلة، لكن يتطلب وقت أكثر، وهذا اللي اتفقنا عليه ثاني أنه يكون في نهاية سبتمبر إن شاء الله يكون الاستلام تاعه. اليوم الأشغال الداخلية للسكن كانت تقريبا منتهية باستثناء بعض العمارات أو بعض السكنات اللي لازم لها الطلاء نتاع الدوزيام كوش كما يقولوا تاع الطلاء، وأشغال التهيئة انتهينا من أشغال الصرف الصحي، واليوم تنتهي أشغال شبكة الربط بالماء الصالح للشرب، شبكة الإنارة الداخلية موصولة، شبكة الإنارة العمومية راهي قيد الإنجاز بما فيها أشغال التهيئة وتعبيد. إن شاء الله كما قلت باللي اتفقنا أنه خلال شهر أوت إن شاء الله، قبل 20 أوت إن شاء الله ولا بمناسبة 20 أوت، سيتم إن شاء الله تسليم المفاتيح ل 500، على أن تتم تسليم الدفعة الأخيرة من المشروع بخصوص بلدية الأغواط، تم الاستلام نتاعها إن شاء الله وتسليم المفاتيح نتاعها في شهر سبتمبر إن شاء الله. تبقى 200 ساكن تاع أفلوح تكون هي ثاني نقطة زيارة إن شاء الله في القريب العاجل، وهي اللي أنا مخصصينها ثاني نهاية سبتمبر بداية أكتوبر بالنظر لنسبة الأشغال اللي راهي فيها. النقطة الثانية من زيارة ثانية كانت على مستوى 200 مسكن اللي ثاني مزمع باش نسلموها نهاية جوي بداية أوت نتاع الألبيا السكن التلقاوي المدعم. هذا السكن الثاني راكم شفتوا معنا اليوم بانه الاشغال متقدمه بوتيره كبيره، باقي فقط عمليه ربط تاع شبكه الاناره العموميه وبعض الاشغال الخفيفه بما فيها اماكن لعب تاع الاطفال اللي خصصناها. وثاني هذه ثاني ان شاء الله نهايه جويي تكون منتهيه ويتم تسليم ثاني المفاتيح تاعها. النقطه الثالثه في الزياره كانت بتخص السكن الاجتماعي وبالخصوص السكن تاع 546 مسكن، الجزء اللي موجود في منطقة المرجة. ثاني شفتوا معنا باللي الأشغال الداخلية تاع السكنات تقريب منتهية، باقية أن انطلقنا في أشغال التهيئة الخارجية واللي هي ثاني تطلب بالاتفاق مع مكتب الدراسات والمدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري، نظن باللي في غضون شهر ونص أقصى تقدير، نظن باللي في شهر ونص سيتم ثاني وضعها تحت تصرف المستفيد نتاعهم. وهنا نعرج على مسألة القوائم اللي ثاني إن شاء الله انتهت العملية سيفرج عنها في الأيام القليلة القادمة، على غير ما تم في مدينة أفلو، مش فقط مدينة أفلو، أفلو ودمزي، لاحقا في هذه الأيام الثانية حتكون بلدية الغيشة، عين ماضي، الحويطة، ثم تليها قصر الحيران بالناصر بن شهرة، وفي الأخير ممكن تكون حسي رمل في الأخير. طيب ما مجموع السكنات التي سيتم تمويلها في مختلف الأنماط خلال هذه الأيام؟ عندنا على الأقل 4500 مسكن، هذا سكن اجتماعي، يضاف لها 800 نتاع العدل، يضاف لها 200 نتاع الألبية، يضاف لها قطع الأراضي اللي توزعت في أفلو، يعني راح نكونوا نوصلوا تقريبا نقول 10,000 12,000 استفادة، وهذا مجهود نتاع الدولة اللي تقدموا في الجانب الاجتماعي، وإن شاء الله راح يحسن ظروف ولا يفتح آفاق العديد من المواطنين في الاستفادة. طمأن المواطنين أنه الإفراج عن القوائم سيكون في القريب العاجل في مدينة الأغواط؟ يعني قلت لك في الأيام القليلة المقبلة إن شاء الله سيتم إفراج، مش الإفراج لأنه مش محبوسين، سيتم إشهار القوائم بعد ما وصلنا في الأشغال إلى درجة أنه يمكن لنا إشهار القائمة ودراسة الطعون والمدة تاع الطعون، ومباشرة بعدها يتم تسليم المفاتيح، لأنه الهدف موش فقط في إشهار القائمة، الهدف أنه نصفيه من بعد ما بعد الطعون ونسلم المفاتيح للناس، والناس كي نسلموا المفاتيح لازم كي يمشي يلقى الحي تاعه مكتمل، ما يلقاش فيها أشغال، ما يلقاش فيها الأرصفة مازال ما تخدمش، ما يلقاش أماكن اللعب تاع الأطفال مش مخدومة، ما يلقاش الملعب الصغير للأطفال موش
موجود، ما يلقاش الإنارة الخارجية مازال ماهيش موصولة. هذه اللي احنا مشينا فيها، وفي المقابل كنا ندوسوا في القوائم، ما حبيناش نعلقوا القوائم يقعدوا الناس ما بعد إشهار القائمة إلى توزيع يقعدوا 5 أو 6 شهور. احنا حبينا نقلصوا هذه المدة إلى أقصى قدر ممكن، وهذا اللي راني فيها إن شاء الله في الأيام القليلة القادمة سيتم إشهار القوائم تاع مش فقط بلدية الغواط. يعني سميت لك بلدية الغواط، سميت لك الغيشة، سميت لك الحويطة، عين ماضي، بعدها قصر الحيران، بن نصر، بن شهرة، وفي الأخير حسير الملب. أكدت عليها لأنه كان لابد علينا نفرح أكبر عدد ممكن من طالبي السكن بمختلف الصيغ بما فيها قطاع الأراضي. وبالتالي نفس الشيء على غرار ما اشترى في مدينة أفلو، إشهار القوائم كان على بالموازات سكن اجتماعي وقطاع أراضي، كذلك في مدينة الغواط سيتم العمل بنفس الطريقة، تعلق القائمة إن شاء الله. وشنو ربما القائمة تاع قطاع الأراضي في مدينة الغواط ما تكونش مكتملة، يكون جزئية، الجزء الأول ثم يكون الجزء الثاني، هكذا ثاني نزيدو نمدو فرصة للناس مازال ما داوش قطاع أراضي راح نستدركوهم في الجزء الثاني اللي هو موجود. أكثر من ذلك حتى بالنسبة للسكن الاجتماعي سواء في أفلو أو في الغواط، في أفلو مبدئيا عندنا 900 مسكن اللي سيتم التوزيع تاعو ثاني منا في غضون 4 أشهر 5 أشهر، 900 مسكن. وبالتالي الناس اللي اليوم ما شافوش أسمائهم في القوائم ما عليهم إلا ذكرونا بواسطة الطعون اللي قدموها، وسيتم دراسة الملف تاعهم بأريحية. ونظن باللي اليوم عندنا نقوله في الوقت الحالي نقوله باللي في مدينة أفلو نجمو نكونوا نقضيو على الأزمة هذه بنسبة نتاع 40-45% بسهولة. قطع الأراضي زائد الحصة الحالية 1300 زائد 900 اللي راح توجد كما قلت من 4 أشهر 5 أشهر أقصى تقدير، هذه راح تلبي طلب معين. نفس الشيء بالنسبة للغواط، نعلقوا لنشهروا قوائم المقترحين للاستفادة من 1588 مسكن، ويبقى لنا 1800 مسكن اللي حصة كبيرة منها تاني تفوق 60% نسبة الإنجاز. وبالتالي راح نكلفوا اللجنة المختصة ببداية دراسة الملفات ل 1800 مباشرة بعد إشهار القائمة هذه. وبالتالي نوجه نداء للمواطنين أنه القائمة هذه قائمة أولى ستتبعها قائمة ثانية في السكن الاجتماعي، وستتبعها قائمة ثانية بالنسبة للاستفادة من قطع الأراضي. يعني الخير راح يكون موجود، فقط نكونوا منظمين في الطرح نتاعنا، نقدموا الشكاوي نتاعنا، نقدموا الطعون نتاعنا، وننتظر الدور نتاعنا وتكون الاستفادة إن شاء الله للأغلبية. شكرا. شكرا لك سيد أحمد مقلاتي والي ولاية الأغواط على هذه التوضيحات. إذا كما تبعتم أيها السادة الأفاضل، سيشهر عن قوائم المستفيدين من السكنات الاجتماعية الإيجارية ببلدية الأغواط، القوائم الأولية طبعا بالإضافة إلى حصة معتبرة من قطع الأراضي كما قال السيد أحمد مقلاتي في القريب العاجل. نتمنى أن تعم الفرحة، ونذكر بأنه كما قال السيد الوالي أن هناك حصة أخرى من السكنات الاجتماعية الإيجارية هي قيد الإنجاز، تقدر ب 1800 سكن، نسبة الأشغال بها وصلت حدود 60%، يعني أن كل الذين لم تخرج أسماؤهم في هذه القائمة من المستفيدين الأولين لهم فرصة كبيرة إن شاء الله في أن تدرج أسماؤهم في القائمة القادمة إن شاء الله، والتي كما قلنا بلغت نسبة الأشغال بهذه السكنات المقدرة ب 1860%. أشكركم على طيب الإصغاء والمتابعة، تقبلوا تحياتي، ياسين، السلام عليكم.